صباح الخير على مشاهدينا واهلا بكم ويوم جديد في زي الشمس. صباح الخير يا علي. صباح الخير شيرين. الحقيقه ان امبارح كان يوم مؤسف جدا وحزين جدا على مصر، امتدت احداثه من بعد صلاه العصر وحتى الساعات الاولى لفجر النهارده. ما كناش متخيلين ان هيجي اليوم اللي يكون في خبر في نشره الاخبار في القنوات المصريه والعربيه وفي العالم كله بيتكلم عن اقتتال داخلي مصري مصري. للأسف سقط 5 قتلى ولغاية دلوقتي 446 مصاب حسب وزارة الصحة. القتلى كلهم إما برصاص أو بخرطوش. يعني هو شيرين طبعا الاشتباكات ما زالت يعني كانت مستمرة لغاية الفجر النهاردة. الغريب الوضع تطور إزاي؟ الوضع تطور من امبارح العصر من دعوة الإخوان المسلمين للقوى الإسلامية للذهاب إلى قصر الاتحادية والتظاهر هناك استجابة للشرعية إلى اشتباكات دامية جدا استمرت طول الليل. زي ما انت قلت دي 5 قتلى و446 جريح، دي إحصاءات وزارة الصحة. يعني احنا طبعا عارفين من مشاهدتنا الاشتباكات في السنتين اللي فاتوا ان إحصاءات وزارة الصحة بتبقى اللي شالتهم عربية الإسعاف بس، لكن اللي ما شالتهمش عربية الإسعاف فالأرقام أكبر من كده بكتير للأسف، وربنا يستر يعني ما نكونش فيه تحديث للأرقام دي. طبعا هو قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين امبارح دعت أعضائها والمؤيدين ليها إلى الذهاب إلى قصر الاتحادية والتظاهر هناك تأييدا لقرارات السيد الرئيس. امبارح بالليل نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان عمل مداخلة هاتفية علشان يحفز أعضاء الحرية والعدالة إلى طرد البلطجية. هذه الحقيقة، وأنا أعتقد أن الشعب تجاوب مع الدعوة التي دعتها إلي القوى الشعبية ونزل، وأنا أدعوهم إلى أن يتوافدوا بعشرات الألوف ليحاصروا هؤلاء البلطجية، لأن هذه الفرصة المتاحة الآن لقبض عليهم وكشف الطرف الثالث الذي يطلق الرصاص الحي ويطلق الخرطوش وقتل المتظاهرين في مقاعة الجمل وقتل المتظاهرين في مكبير ومحمد محمود وفي مجلس الوزراء. هذه فرصتنا الآن. إذن المتظاهرين السلميين اللي كانوا موجودين أول امبارح عند قصر الاتحادية زي ما احنا فاكرين واللي خيامهم اتهدت امبارح هم الثورة المضادة وهم البلطجية اللي استخدموا الرصاص الحي في محمد محمود وموقعة الجمل وكل الناس اللي ماتت في التاريخ المصري تقريبا. برغم ان لغاية دلوقتي ما فيش اي نتائج خرجت من الشرطة او من الداخلية، لكن واضح ان الدكتور عصام العريان متأكد وعارف مين بالظبط اللي كان وراء كل الأحداث دي. الحقيقة أن جبهة الإنقاذ من جانبها عقدت اجتماع امبارح بسبب الأحداث الرهيبة اللي بتحصل في مصر، وكان في مؤتمر صحفي خرجوا بيه على الناس علشان يكلموهم ويعلقوا على الأحداث وعلى مجهوداتهم لرأب هذا الصدع. أبرز ما قيل وجاء على لسان دكتور محمد البرادعي في هذا المؤتمر الصحفي هو أن إحنا على حافة هاوية، وأن في احتمال كبير جدا إذا لم يكون هناك موقف حاسم وعلى مستوى الحدث من جانب الرئاسة إن نتحول من الشرعية الرئاسية والدستورية إلى الشرعية الثورية. يعني تعليق الدكتور البرادعي ترجمته بشكل مبسط للغاية إن القوى السياسية بتهدد بالانقلاب على الرئيس مرسي لو ما تدخلش لحقن الدماء. ويمكن يعني يا شيرين التعبير اللي قاله الدكتور البرادعي كان مترجم امبارح على شبكات التواصل الاجتماعي. الناس كلها لو تشوفي يا إما بيحرضوا بعض على إن هم ينزلوا في الجانب المضاد للرئيس أو بيحرضوا بعض علشان ينزلوا في الجانب الموافق للرئيس. مصر دلوقتي بتهيأليش إن هي محتاجة يعني عندها أي استعداد أن حد تاني يقع، مفيش أي أسرة عندها احتمال أن هي تفقد أي شهيد جديد. وزي ما البابا تودروس امبارح في تويتة لي قال، البابا تودروس قال نحتاج الحكمة خاصة مع ما يواجه البلاد من عنف، صلوا بقلوبكم. فهيالي كلنا محتاجين ان احنا نصلي فعلا دلوقتي. وانا بس بذكر حضراتكم ان احنا لما ذكرنا العدد القتلى والمصابين ما قلناش من انهي جانب، لان مش مهم، هما في الاخر مصريين اصيبوا او قتلوا. حقيقي. احنا بنسال حضراتكم النهارده في سؤالنا على الفيسبوك، من يتحمل مسؤوليه تزايد الاشتباكات امام قصر الاتحاديه؟ هل هي الدوله ام جماعه الاخوان ام المتظاهرين من القوى المدنيه؟
مشاهدينا النهارده في زي الشمس هنناقش اخر تطورات الاشتباكات امبارح، وكمان هنناقش احد القرارات الاقتصاديه الهامه اللي الحكومه مررتها في ظل الاشتباكات الحاليه وهي رفع اسعار الكهرباء. تعالوا نتابع ايه اهم فقراتنا النهارده وبعدين نرجع علشان نكمل برنامجنا زي الشمس. في اخر ايام الاسبوع زي الشمس معاك في الفقره المروريه عشان تتعرف على اماكن الزحمه وتختار طريقك بعيد عنها. قراءه في اهم عناوين الاخبار والصحف المصريه الصادره صباح اليوم مع الكاتب الصحفي رامي ابراهيم. فقره خاصه لمتابعه الاحداث وتطورات الاشتباكات في محيط قصر الاتحاديه واستعدادات القوى السياسيه المختلفه للحشد في مليونيه الكارت الاحمر المقرره غدا الجمعه. فقرة خاصة على ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطن البسيط ومدى إمكانية مساهمة الزيادة في أسعار الكهرباء في سد عجز الموازنة الخاصة بالدولة. كريم يا رب صباح الفل.